افندم. عم قرني مين حضرتك؟ ما انتش فاكرني؟ لا يا ابني مش واخد بالي. انا عباس الدميري مدرس التاريخ. اهلا اهلا يا استاذ عباس. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم قرني. المدرسه اتغيرت قوي وغيرت اسمها كمان. مش معنى الاسم اللي هيفضل على حاله، ما كل حاجه اتغيرت يا استاذ. وفين الحوش؟ صغر قوي. هو عاد في حوش، ما كله اتبنى في سور. والولاد بيروحوا فين في الفسحه؟ فسحه ايه يا استاذ؟ دي بقت ثلاث فترات دراسه، والاولاد بيحضروا الحصه على الواقف، والفصل فيه 70 80 تلميذ زي علبة السبت. ومين ناظر دلوقتي؟ الاستاذ ممدوح سعد. لسه ناظر؟ امال مين اللي هيعكنن علينا؟ والوكيل مين؟ الاستاذ سليمان عز الدين. برضه؟ وكل حاجه بتتغير في البلد دي الا الموظفين، كل واحد ماسك في الكرسي ميت عليه، ما يسيبوش ولا بالطبل البلدي. طب ما انت لسه الفراش اهو. ما انا موظف حكومي برضو. على رايك. يلا انا داخل الاستاذ ممدوح. وراك بالقهوه على الريحه على حسب ما انا فاكر. والله زمان يا استاذ عباس. اعمل ايه بس يا فندم؟ اولياء الامور ما وراهمش غير الشكاوى، واحنا بنشتغل فوق طاقتنا. حاضر حاضر يا فندم، انا هبحث الشكوى دي بنفسي. مع ألف السلامة. أستاذ سليمان، انقل الطالب طارق حسن عبد الجليل للفترة الصباحية. أيوة يا سيدي، ما هو كل واحد عنده واسطة عاوز يريح ابنه. طبعا أبوه هيجيلك، هو كلم مدير عام المنطقة التعليمية. إيه؟ بتقول مين؟ عباس الدميري مين؟ يخرب عقلك، هاتوا هاتوا، تعال على طول. اتفضل اتفضل يا عباس اتفضل. يا بالله اني ما مصدق روحي، ده انت ليك وحشه كبيره قوي قوي يا عباس. والله وحشني يا استاذ. الله يطمن عليك. اتفضل يا عباس بيه اتفضل. ايوه كده عباس الدميري. اهلا 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 يا عباس. اتفضل اتفضل يا عباس. اقعد. والله انا ما صدقتش لما سليمان قال لي. ازيك يا عباس؟ عامل ايه؟ الحمد لله حضرة الناظر. فينك يا راجل؟ وفين اراضيك؟ كان مسافر يا حضرة الناظر، عملهم على قلبه كدك ده. عباس طول عمره شاطر وحظه حلو. والله والله وملك عليا يا مين، انا نفسي اسيب الهم اللي انا فيه ده واطلع اعمل لي قرشين زيك يا عباس. ما تعرفش حد يجيب لي اعاره سنه ولا سنتين؟ سنه ولا سنتين؟ عارتي كانت 20 سنه حضرة الناظر. يا بختك يا بختك يا سيدي، لازم وسطتك كانت جامده قوي. قوي. والله انا خايف اقول ربنا ينولها لك. بلاش احسن. صدقني حضرة الناظر، ما فيش احسن من بلدنا دي. اهو احنا كده بعد ما سافرت وعملتهم ولميت الدولارات على الاسترليني، جاي تقول لي مفيش احسن من البلد دي؟ القصد أؤمرني. انا كنت بقول يعني اذا كان ممكن ارجع ادرس تاني. بعد ما عمل الخميره وقبض الدولارات جاي السله. طبعا يا حضرة الناظر. غيرت الدولار بكام يا عباس؟ دولار ايه يا حضرة الناظر؟ اوعى يكون ضحكوا عليك وخلوك تغير من البنك، تفرق معاك كتير قوي. لو كنت عاوز تغير انا تحت امرك، وازيد من السوق قرش بحاله. بقول لك ايه يا عباس، ما جبتش معاك ادوات كهربائيه؟ ثلاجات، غسالات، تلفزيونات. حكيم انا النهارده بجهز بنت شيرين، بقت عروسه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك يا سليمان. حضرة الناظر، انا وحشني التدريس قوي، ارجوك وحشني الفصول، وحشني الطلبه. الفصول قدامك يا حبيبي، والطلبه بالكوم، خش درس زي ما انت عاوز. يعني اعتبر نفسي رجعت؟ هو احنا لاقيين مدرسين يا عباس؟ دي مدرستك يا حبيبي. احنا اول ما دخلنا هنا مع بعض ما كانش فيها غيرنا. الله يخليك يا حضرة. طب اخد فكره عن المناهج دلوقتي شكلها ايه؟ يقول لك مناهج جاي مشروع التدريس. هو هو عباس الدميري بعينه ما اتغيرش. صباح الخير يا حضرة الناظر. خير يا استاذ وائل. ده مش طريقة دي يا حضرة الناظر. 80 طالب في فصل واحد، طب انا درس لهم ازاي؟ وبعدين حضرتك كل يوم تبعت لي 3 4 زيادة، والنهاردة بعت لي واحد تاني. ده مش أي واحد يا ابني،
ده من طرف مدير عام المنطقة التعليمية شخصية. أيوة حضرتك الناظر بيقول 80 واحد ده مولد يدرس لهم صحيح إزاي؟ مش معقول الأستاذ عباس الدميري؟ أنت تعرفني يا ابني؟ إيه اللي أعرفك؟ ده الأستاذ وائل مدرس التاريخ لأولى وتانية ثانوي يا عباس. لا أنا وائل تلميذك يا أستاذ عباس. وائل؟ إيه مش فاكرني؟ وائل فكري. بالظبط يا فندم. بسم الله ما شاء الله بقيت مدرس تاريخ يا ابني بسبب حضرتك. انت اللي حببتني في التاريخ يا استاذ عباس. الاستاذ عباس يا حضر الناظر كان احسن واحد يدرس ماده التاريخ. الولد يبقوا قاعدين في الفصل كان على رؤوسهم الطير، لا صوت ولا نفس، مع ان جارز الحصه ضرب وخلصت وحدش عايز يتحرك من مطرحه. ليس بانسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن عرف أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. الله فاكر يا وائل. دي حاجة تتنسي يا أستاذ عباس. طول عمرنا كنا فاكرين التاريخ ده مجرد صم حفظ زي البغبغانات، لحد ما حضرتك فهمتنا يعني إيه تاريخ. هو ده اللي وداني في ده يا ابني. بس حضرتك منورنا النهارده. شكري يا سليمان. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عباس. الله يسلمك يا المدرسة رب. نورت. الله يخليك يا حضرة النظر. أستلم إمتى إن شاء الله؟ شوف يا أستاذ عباس، أنت بقالك 20 سنة متغيب عن العمل. بكرة الصبح تاخد بعضك وتروح المنطقة التعليمية تجيب قرار باستلام العمل، ودي مسألة سهلة وبسيطة، هيمضولك قرار الاستلام تجيبه والدنة الجاية على هنا على طول، وأنا هنزلك في الجدول طوالي. ألف مبروك ألف مبروك يا أستاذي. شكرا الفسحة. ظبط ودنه على جرس الفسحة طبعا. هو ده عباس الدماري. اسمحني يا ابص بس على الحوش طلب عشان قوي. اتفضل. شوف يا اولاد، انا مش عايزكم تتأيدوا باللي مكتوب في المنهج، اقروا وافهموا وفكروا واسألوا، ولازم يكون لكم رأي، ولازم تعبروا عنه بصراحة وبحرية. هو ده المقرر يا أستاذ؟ لا يا فندم، هي دي الحقيقة. أنت موقوف عن العمل يا أستاذ. موقوف موقوف، كاد المعلم أن يكون رسولا، ومفيش رسول بيزور.